بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدي نتكلم على أول جزء بالبارشيال دنتشر، ألا وهو دنتشر بيز. كتعريف للدنتشر بيز، هي that part of denture that rests on soft tissue covering the body ridge and carry the artificial teeth. الجزء اللي راح يقعد على الرسجوال رج على الميوبوزا ويحمل لي الأسنان. هذه المادة، هذا الدنتشر ماتيريال أو الدنتشر بيز، قد يكون مصنوع من الأكريليك كليته من فيتينج سيرفيس وبولش سيرفيس. البولش سيرفيس هذا اللي راح يصير باتجاه التانج والليبس والتشيك اللي راح أشوفه بعيني، والفيتينج سيرفيس الجزء الداخلي اللي راح يقعد على الميوكوزا. فقد يكون مصنوع كله من الأكريليك، وقد يكون دنتشر بيز معدني ومن يعني ميتاليك دنتشر بيز، وقد يكون combination the two form اللي هو أكريليك ومعدن. الأكريليك دنتشر بيز هو الموست كومن تايب، استعمله في حالتي كلاس 1 كلاس 2 الفريان صدر يعني عندي، والباوند صدر اذا كان يعني لونج سبان استعملها. شنو الفائدة اللي ينطيني اياها؟ ينطيني فائدة انه انا اقدر اسوي له ريلايننج، لانه هذا المريض اللي هو تشو سبورتد توث تشو سبورتد راح دائما يكون معرض الى دائما يعني ريزوربشن بالرسجوال رج. يعني شنو ريزوربشن بالرسجوال رج؟ يعني المريض اللي لابس دنتشر ورا فتحة ورا فترة راح يصير اكو فتحة بين الدنتشر وبين الرج مالته. فحتى يعني المعدن ما اقدر اسوي له ريلايننج، هاي الميزة موجودة بس بالاكريليك، فكل ما زيد عندي الريزوربشن اني اسوي له ريلايننج. بعد عندي شغلة لخ وسوبيريال على المتر اللي هي الاستاتيك، لانه هو لونه وردي فاتح او يعني بنفس لون الجنجفة، بينما المعدن لا يختلف نهائيا وبين استاتيكلي ان اكسبتبل و easy of repair. هسه بالمحاضرات اللي راح تجينا ان شاء الله راح تعرفون انه الريبير مال الدنتشر اذا مو مستحيل فهو يكون فشي كلش صعب ومكلف. disadvantages الها هو الاكريليك عبارة عن باودر وليكويد الليمونيمر، والباودر يعني تفاعل بيها chemical reaction فعنده فتساد يعني فتساد effect اكو للتفاعل هذا اللي هي dimensional instability يصير بها shrinkage، بينما هاي الحالة موجودة عند المعدن. lower strength than metal يعني اكو احتمال الدنتشر من يوقع بايدك ينكسر، مو مثل الدنتشر بيز. then و porous so accumulation of bacteria and fungi so unhygienic، يعني هو مهما احنا حاولنا نسوي له polishing راح تظل بي فراغات كلش يعني هي خفيفة ما تبين، هاي الفراغات ما تبين بالعين المجردة، لكن استر انه porosity يعتبرها سطح porosity سطح خشن يسوي trapping للبكتيريا للفنجل infection. و low thermoconductivity فما يسوي لي مساج على التشو، معناته انه شنو معناها؟ البيشنت اللي لابس دنتشر بيز مصنوعة من معدن، هذا من يشرب مي حار مي بارد راح يوصل السنسيشن انه المعدن موصل للحرارة، فراح يوصل الإعاز يوصل الشعور مالته للميوكوزا، والبيشنت يحس كأنه اكفد مساجنج افكت هنا، لكن الأكريليك ما يوفر عندي هذه الميزة. نجي على المتال بيز، يعني هي ها كلها مصنوعة من متال. شو وقت احتاجها؟ لما يكون عندي ليميتد انتر ارتش سبيس، يعني ماكو مكان اخلي بيه الماينر كونكتر وفوقه اكريليك وفوقه اكريليك تيث، احتاج مسافة كلش كبيرة. فانا شو اسوي؟ مكان ما اخلي هاي ثلاث طبقات، انا رأسا هو اسويها طبقة واحدة كلها معدن وقاعدة على الميوكوزا. ايش وقت احتاج هاي الحالة اسويها؟ او الفائدة اللي راح احصلها منها accurate adaptation and abrasion resistance، ما بيها بروستي مثل اكريليك. inherent clean line and better denture hygiene لانه هو highly polished ما بيها قلنا البروستي. المتل الوي can be casted thin thinner، يعني انا ماكو داعي هسه الاكريليك عندي اذا سويته اقل من 2 ملم يطق الدنتشر بيز، بينما المعدن يتحمل انه يكون بثين سكشن
وإذا ست هارد وسترينث وما يتكسر. thermal conductivity and better supporting response يوصل لي الحرارة والبرودة. disadvantages إلها ما أقدر أسوي لها relining أو rebasing. adjustment procedure of overextended metal border are difficult and time consuming. إذا عندي فد وحدة من البوردر over extension صايرة بيها ف يعني التطبيق مالتها كلش صعب، وإضافة إلى أنه non aesthetic. زين عندي المينر كونكتر that join denture base to the major connector، هاي في حالة الأكريليك denture base لازم يكون عندي not interfere with the teeth arrangement adequate space between opposing teeth. يعني أنا هاي هنا عندي space، عندي هاي سدل أسمي أسنان مفقودة. leaf fold أكو عندي في opposite arch أكو مقابيل هنا سن، فالمفروض عندي أني هذا denture base ما يملي لي كل المسافة. زين المفروض يأخذ لي مسافة قليلة. نحسب حساب أكو فوقه راح أخلي acrylic وفوقه artificial tooth. relief is provided beneath the retentive framework. هذا الفريمورك مثل الفريمورك هذا اللي هو لونه أسود تشوفونه بهاي الصورة. هو ما كفت أكو فتحة بينه وبين الميوكوزا، هذا الخط اللي جوه هو الميوكوزا. شلون سويت أنا هاي الفتحة؟ خليت طبقة من الواكس، واكس ريليف، بعدين بالباكينج راح هو. فاللي صار عندي أني اللي صار عندي هاي الفتحة اللي هناية، حتى شنو هذه؟ حتى أقدر أخلي بيها الأكريليك. أنا أريد الأكريليك هو اللي يقعد على الجنجبة في حال دفري أنسدر، مو المتل، حتى أقدر أسوي له ريلاينينج. فأنا هاي الفتحة اللي مخليتها حتى يكون بيها الأكريليك. الكاست ستوب هذا الخط الشفاف اللي أنا حافرته على الكاست منه يعتبر كاست ستوب. هذا نحفره احنا على الكاست مالتي حتى شنو؟ حتى اثناء ما المعدن وانا دا اسوي له كاستينج مال المعدن لازم يبرد يتذوب وبعدين يبرد، فاكو احتمال لما وهو يبرد يصير بفد تشينجز او وربج، فحتى احافظ عليه يكون كلش كون ادابتد على الكاست مالتي اسوي هذا اللي هو تشو ستوب. المانديبولار ارش زين هسه شقد الارتفاع او شقد المسافة الطول مالت الماينر دنشر بايز مالتي بالنسبة للمانديبول؟ هذا مانديبولار ارش، شوفوا طول الدنشر بايز الماينر كونكتر هذا مالتها شقد الطول مالته؟ الطول مالته الى 2/3 المسافة للنهاية، 2/3 المسافة للعن الارترامولار فات اريا. بينما هذا بالمكزلة تشوفون الاكستنشن مالته واحد واصل للفول لينث اوف ذا ريدج. هسه نجي على مكان منطقة الاتصال ما بين الرزن ما بين يعني ما بين الاكريليك وما بين المعدن، لازم شو اسوي لها انا؟ لازم اسوي بات جوينت هناي، هذا اسميه بات جوينت اللي هي زاوية 90 درجة. هذه الزاوية اسوي بيها external finishing line و internal finishing line. هذا شنو الفائدة من عندها؟ لما نجي يعني قلنا ادخل، شوفوا هذا لونه احمر هذا اكريليك، دخلته جوا الدنشر بيز وهذا دخلته فوق الدنشر بيز يعني الداخلة وياه. زين فانا سويتهم الداخلة وياه دنشر بيز، اول شيء حتى يصير عندي ريتينشن وما تخلع ما يفصل الاكريليك واحد والمتل واحد. بعدين أنا أريد من يجي المريض ويحرك لسانه هناية ما يحس أكو فد شي مكان الاتصال ما بين الأكريليك والمعدن، ما يحس أي خشونة، بلس أنه أي خشونة أي سطح الريجولر هنا بالجوينت راح يصير فود ترابينج وأن هايجينيك. لذلك أنا أسوي external finishing line و internal finishing line حتى يكون مستوى الأكريليك نفس مستوى المعدن. بالنسبة للأكريليك بيز على مثل فريمورك اللي هو كومبايند دنشر بيز، شنو استعمل؟ نوع الماينر كونكتر اما يكون عندي اوبن كونستراكشن اللي هو لاتس وورك او لادر شيب، وقد يكون مش كونستراكشن وبيد نيل هيد ماينر كونكتر اللي هو مثل راس البسمار، نستعملها ويا المتل ويا البيز.
بالنسبة للأوبن كونستراكشن هو مفضل أكثر لأنه بها فتحات ممكن الأكريليك يتداخل بيها. In this case, if you use acrylic teeth, will adhere chemically. Acrylic أسنان, acrylic و denture base, acrylic ف chemical reaction بيناتهم. وإذا كانت الأسنان porcelain فهي أصلاً بها فتحة يسمونها diortic. Diortic وهي يعني يصير بها mechanical retention ويا denture base. نرجع الشكل الماينر كونكتر مالتنا قد يكون لادر شيب كونستراكشن اللي هو مثل الدرج. هذا هو لادر شيب يتكون من 2 سترات فيرتيكالز او لونجيتودينال سترات. هذا الطويل العمود هذا اسميه سترات وهذا سترات 2 لونجيتودينال سترات وبيناتهم مالتيبل ماينر سترات تربط بيناتهم. إذا تنتبهون هنا هذا الخط شوفوا الفينيشينج لاين مبين واضح كلش هنا الفينيشينج لاين external finishing line. لما أجي بعدين أخلي الأكريليك هنا أغطي الواكس المتل فريم حافة الأكريليك راح تصير ويا حافة ويا المتل مو أعلى من عدها. عندي المش كونستراكشن هذا اللي هو مثل المنخل عبارة عن صفيحة عدلة وتكون مثقبة. هذه الثقوب حتى يتداخل بها الأكريليك طبعا وبالنوعين بالنسبة للنوعين اكو جواهم ريليف ما قاعدين مباشرة على الميوكوزا حتى يدخل أكريليك جواها ادابتيشن على الرج يسوي لي وحتى فوقها هماتين يصير أكريليك يلزم لي الأسنان فهي هذا المعدن راح يصير بنص الأكريليك فالأكريليك يتداخل بالفتحات بس انه اللادر الشيب اللي مثل الدرج شفنا اول واحد الباكينج الاكريليك يعني من تضغط الاكريليك اسهل يتداخل وياه منها مما هاي الفتحات الصغيره راح تحتاج ضغط اكبر حتى تتداخل بيها. كنا لازم اكو ريليف بيناتهم اثنيناتهم حتى اقدر اخلي الاكريليك اني على الرج. ليد واير او نيل هيد ماينر كونكتر اللي هذا اسميه يعني هو كانه اما لوب من الواير هي هاي بس مجرد انا دا اسوي ريتنشن مين حتى الاكريليك يشلب لي بالمعدن. فعندي دنتشر بيز هي قاعده معدنيه قاعده على الميوكوزا شلون الاسنان راح اخليها تشلب بيها اسوي فوقها يا اما النيل هيد يعني مثل راس المسمار او وايرات واير مالت معدن. يوز وذ متال بيز which is casted so that if it fit directly against the edentulous ridge. زين يا اما نو ريليف ماكو جواها ريليف لانه هاي الدنتشر بيز راح تقعد مباشرة على الميوكوزا مثل هاي الصورة. هذه الصورة دنتشر بيز قاعدة مباشرة على الميوكوزا هذا شنو توث سبورتد يعني عندي سبورت من ناتوث ومن ناتوث ما قاعدة على الميوكوزا ما ماخذ سبورت من الميوكوزا سبورت من الاسنان فما راح يصير عندي ريزوبشن هنا قوي ما راح يصير عندي فتحة بين الدنتشر بيز والرسج والرج فماكو داعي اخليها اكريليك اخليها من المعدن واخلي هذه البروزات اللي هي اما بارات معدنية طالعة من الدنتشر بيز من البداية ينصبون سوية يسوون كاستينج سوية او بعدين يصير نلحمها احنا بالمكان وقد تكون على شكل هذه النيل هيد مثل هاي الصورة اللي عندنا مثل رأس المسمار فالأكريليك بسهولة راح يعشق وياها أو قد تكون من الواير هاي واير لوب موجودة بالمتال بيز هماتينا تنطيني ريتنشن للأكريليك. زين بالنسبة للأسنان الارتفيشال تيث شلون راح يصير بها اتاشمنت ويا الرج إذا كانت هي من البورسلاين هاي الأسنان بورسلاين راح نلقى بيها فتحة انتو العام تذكرونها سويتوا ستينج لأسنان أكريليك لما تقلبون السن كانت هاي فتحة هذه الطبقة عدلة ما بيها فتحة بينما البورسلاين تيث بيها فتحة من نقلبها بالإنر سيرفس هذه حتى يدخل بيها هذا البوست اللي موجود بالدنتشر بيز وأسوي لها سيمنتيشن على دنتشر بيز. أما إذا أنا مقررة أستعمل بكال تيث أكريليك تيث هذي أكريليك تيث فإذا أنا مسوية كومباينيشن أكريليك ومتل دنتشر بيز الأكريليك رأسا هو راح يصير بها كيميكال يونت أو إذا أخليها على ميتاليك دنتشر بيز فدنتشر بيز المعدن أخلي عليه طبقة من السيليكا وهذا أخلي عليه البوندينج مالتي وأسوي له سيمنتيشن.
زين عندي بعد طريقة ثانية اللي هي متل بوست اند تيوب تيث، هي هذه اصلا اسنان موجودة على شكل بها تجويف من الداخل. زين هذا التوث وين راح يقعد؟ على متل بيز بها شنو؟ بها بوست، هذا البوست بوست، هذه بوستات اثنين، يا اما يجي ينصب وياها من البداية كاستنج سوية تطلع لدنتشر بيز وطالع من عندها اثنين بوستات، او اني بعدين اسوي لها سولدرين الحمها بهاي المنطقة، والاسنان مالتي بها تجويف اسوي لها سيمنتيشن على هذا البوست. الطريقة الثالثة اللي هي ستيل سباكينج، هذه استعملها بالانتيرير تيث. شوفوا الدنتشر بيز مديتها كاملة على شكل بليتر سيرفس مالت التيث، هذه شوفوها رايحة قدام مطلتني البليتر باك مالت الاسنان كليته، ما عندني هذه بليتر، هذه اوضح بليتر باك مالت اسنان كليته. ليبيالي ما اريد المعدن، هي منطقة انتيرير هاي استاتيكلي ان اكسبتابل المعدن، فهذه الافضل انه شنو اخلي لها فيسينج، هناي خليت اني فيسينج ينطيني جمالية اكثر. زين اقدر استعمل اني المتل تيث، المتل تيث يعني هي اسنان مصنوعة من المعدن مصبوبة صبة وحدة ويا البيز، هذه استعملها لما يكون البيشنت عنده عضة قوية ولما يكون عندي ليميتد انتر ارش سبيس. دنتشر بيز مصنوعة من المعدن زين، والاسنان مصبوبة وياها صبة وحدة، شوفوا هذا 1 يونت التوث والدنتشر بيز، بس هنا انا مخلي عليه شوية فيسنج على الفيش البكر سايد مالته على مود استاتيكلي يكون اجمل. من تباعوا له من فوق هو هذا معدن سن معدني كامل متصل بالدنتشر بيز، قلنا استعمله كلاس 3 ليميتد انتر ارش سبيس، ما عندي سبيس كافي اخلي اكريليك، اخلي معدن فوقها اكريليك فوقها اكريليك تيث، زين انتر ارش سبيس صغيروني كلش، او البيشنت عنده عضة قوية فورس قوية بهاي المنطقة يكسر لي الاسنان. زين نجي على هسه هاي عرفنا المعدن شنو مواصفاته، دنتشر بيز ولاين وين راح يمتد، اجي على الفلانج مالت الدنتشر المفروض تغطية ايش قد تمتد لي الفلانج مالت الدنتشر. As a general rule, the saddle should cover the maximum possible area of the edentulous alveolar ridge in order to resist the vertical and horizontal stress اللي يسمونها يعني البريسنج، حتى تظل قاعدة بمكانها وتكون ستيبل. Maximum tissue coverage will distribute the load over the ridge and reduce load per unit area، كل ما اني زيدت المساحة اللي يغطيها الدنتشر مالتي كل ما وزعت القوة على مساحة سطحية اكبر وقللت البون ريزوربشن لانه راح يتوزع اللود بالتساوي. اذا كان عندي الحالة توث تشو سبورتد، يعني شنو قلنا توث تشو سبورتد؟ يعني فري اند سدل، يعني ياخذ السبورت من الميوكوزا ومن التوث. اكو قاعدة عندي نسميها سنو شو برنسبل اللي دا تشوفونها هذه بالصورة، زين هذا اللي دا يمشي هناية، تخيل انه اني ما قاعد يعني هذا ما لابس هذه البليتة الصفرة، ايش راح يصير عندي؟ البيشنت راح او الانسان هذا اللي دا يمشي الرجل راح يغطس بالجليد، بينما لبس هذا البليتة الصفرة غطى لي مساحة سطحية عريضة على الثلج وما راح يغطس بي. فالدنتشر مالتي نفس الشي، لو كانت الدنتشر بيز صغيرة كلش راح يغطس بالميوكوزا، بينما اذا كانت مغطيت لي مساحة كبيرة راح يعطيني ستابلتي احسن. لذلك اني هذا لون الوردي هاي فلانج مالت الدنتشر اطولها حتى تغطي لي مساحة سطحية اكثر. بس اذا كان هذا عندي فري اند سدل، اذا كان هو توث سبورتد يعني انا ماخذ السبورت من الاسنان فالرج ما راح تنطيني سبورت، بهاي الحاله مو شرط اني اغطيها كامله بالاكريليك، يكفي علي انه انا اغطيها يعني فتشي جزء بسيط من الرج، ما اسويها فلانج طويله عليها. بالنسبه للعلاقه الفلانج مالت الدنتشر مع
التوث مع البروكسيمال سيرفيس مالت التوث، المفروض اني اسوي كونتاكت بهالشكل هذا، ما اخلي فتحة بين الاسنان حتى يمنع عندي الفود ترابينج، ما يصير عندي فود ترابينج بهاي المنطقة. من يعني من محاضرتنا اقدر استنتج الفانكشن مالت الدنتشر بيز، اول شيء تعطيني سبورت وريتينشن للاسنان، زين امبروف الاستاتيك، ليش؟ لانه قلنا احنا نستعمل بها الاكريليك، والاكريليك لونه وردي نفس لون الجنجبة. ترانسميشن اوف ستريس اوف اورال تو اورال تيشو باي كفرينج بريدج، اللي قاعده اللي قلناها هسه قبل شويه، سنو شو برنسبل، يوزع لي القوه. Prevent horizontal migration of the teeth and partial edentulous art، لأنه نازلة عموديا فراح تعطيني stability للدنتشر، تمنع لي الهوريزونتال فورس، وأيضا هي راح تكون متصلة طخة بالسن، يعني السن اللي بصفة سن مقلوع راح يعني تثبت السن بمكانه، ما راح يصير بيه تلتينج. زين السن اللي مقلوع سن اوبوزيت الى فوقه او جوه يعني معاق مقابل الى بالارش الثاني راح تمنع الاوفر ايربشن مالت هذا السن، اضافه الى انها تعطيني سبورت وستابيليتي للدنتشر. وبالنسبه للديستال اكستنشن بيز الدنتشر ويل بريفنت بوستيرير موفمنت، انا راح اغطيها فول كفرج، فبالنسبه للابر راح تصعد بالهاميلر ورا الهاميلر توصل للهاميلر نوش، فراح تمنع لي الفورورد موفمنت مالت الابر دنتشر. وبالنسبه للابر قلنا مثل ما ذكرنا قبل شويه راح اصعدها على الريترو مولر باد اريا، فالدنتشر ما راح يندفع باكورد. دائما هاي ملاحظه تخلوها ببالكم، الفيرست تشويس عندي اني من اريد اعوض اسنان مفقوده بارشال ايدنتشرلس بيشنت هي الزراعه، هذه الفيرست تشويس. يصير عندي كونترا انديكيشن، ميديكالي كومبرومايز، ما عنده يعني اكسبنسيف، ذاك الوقت اني ارجع لغير حل، بس انت الفيرست تشويس مالتك انه اسوي له امبلانت، السكند تشويس انه اسوي له فيكسد اللي هو برج، حسب الان لو احسب عدد الجذور مال عدد الاسنان المفقوده لازم الابوتمنتس اللي راح استعملها بالبرج مالتي عدد الجذور مالته تكون مساوية او اكثر من عدد الجذور الاسنان المفقودة. هاي فد ملاحظة لكم يعني انه اتجاه الريزوبشن، يعني اي ريزوبشن اي تشو ريزوبشن اني مهما كل ما ازيد الكمية مالت البون ريزوبشن انا راح ازود التعويض لها بالاكريليك. وهاي يعني كل ما راح ندرس الكومبوننت مالت البارشال دنتشر راح تعرفون وين مكانها الموجود. عندك السدل، من اللي راح يقعد عليه؟ السدل راح يقعد على الرج، الريست راح تقعد لي على توث، دايركت ريتينر راح يقعد اللي هو الكلاس يقعد بالاندر كات ريتينتف اندر كات، وبروكسيمال بليت اللي ذكرناها بالويا الجايدنج بلاين من شرحناها هي موجوده من الدنتشر، بروكسيمال بلين هي سطح توث. الكومبوننت اللي